قال الإخواني آدم إبراهيم الشين إمام مسجد الرحمة مربع الوحدة جوز بناء البناء على القبور إذا كان صاحب القبر بنيت له قبة في بيته أو في أرض إذا كانت ملك له. قال ودليله أن العز ابن عبد السلام ده دليل بالله أن العز ابن عبد السلام لم يزل قبة مروان ابن الحكم فقال لو لم يكن عنده دليل لما بنيت له قبة. والتسجيل الصوتي موجود عندنا الكلام ده لو ثبت هذا يدل على انحراف لهذا الرجل زيادة على ما هو عليه من المنهج الإخواني. ويكفي في أنه هذا الرجل ما تسمع له ولا تجلس ولا تحضر دروسه، يكفي في أنه يتبنى منهج عبد الحي يوسف ومنهج مدثر أحمد إسماعيل وغيره من السروريين السودانيين وغير السودانيين. يكفي إنسان يا أخوانا ينتمي لأهل البدع لا تجلس إليه ولا تلعب بدينك أبدا، فإن مجالسة هؤلاء من الكبائر. هذا من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. والعلماء قالوا يدخل في الإيواء المجالسة ونقل ابن تيمية في الفتاوى مجلد 28 عن عمر بن عبد العزيز أنه أقام حد جلد الخمر على رجل صائم. في صائم بيشرب خمرة؟ صائم هو. أها، لقوا جالس مع بتاعنا الخمرة قالوا يا إمام هذا صائم وجالس مع بتاعنا الخمرة، قالوا يجلد. ليه جالسهم؟ جالس معهم يجلد حتى الخمر. ولذلك قال ابن المبارك والأوزاعي وغيرهم وأحمد بن حنبل فيما نقل عنهم القرطبي في تفسير سورة الأنعام قالوا من جالس يحكم في مجالس أهل البدع بأنه منهم. إذا عرف وحذر تكلموا يقول لا قوم منهم دي المبتدعة كده ما تقعد معهم. لا أنا بقعد خلاص زيهم يلحق به. فده يكفيه إنه زول بجالس الجماعة دي وشغال في قناة طيبة وطالع ونازل معهم خلاص. يضاف عليه كلامه اللي قاله ده إنه يجوز البناء على القبور، وهذا يا اخواننا من 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 الافتراء على الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث جابر، يعني احنا نخلي صحيح مسلم نخلي حديث جابر صحيح مسلم ونقعد نقول ماذا قال العز بن عبد السلام وخلى القبه بتاعت مروان وما كسرها؟ يا دول كسرها ولا ما كسرها؟ لو العز ذاته ما قبه فهمت؟ ده ما دليل في الشريعه، هذا مو دليل. الدليل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن جابر قال نهى رسول الله. تاني في حاجة نهى، تاني في شيء نهى رسول الله أن يبنى على القبر أو أن يقعد عليه أو أن يجصص ما تعمل له بياض وتعمل له درابزين بفوق. نهى رسول الله، تاني ما في كلام. تقول له يا أخي العز بن عبد السلام وقال ما تكسر قبة مروان، ده كله من ال من ال من ال ده من التلاعب بالشريعة، ده ما يعرف الأدلة ذاته. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.